شيعت اليوم مدينة تعز 4 من شهدائها، 3 أطفال ورجل، و5 لا زال في ثلاجة الموتى، نتيجة أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع لم تسمح لأهله بالدخول من معبر الدحي لتشييع جثمانه. نحن الآن في منطقة النسيرية، المنطقة التي سقطت فيها القذيفة، وذهب نتيجة هذه القذيفة 5 شهداء و18 جريحا. كما ترون هذه المنطقة مليئة بالأطفال والسكان. استهدفت الميليشيا مغرب الأمس منزل الأستاذ علي العماد بأحدى القذائف، حيث سببت دمارا في المنزل، وسقط على إثره هؤلاء الشهداء والجرحى. وكان الأطفال كما يقول الأهالي يلعبون في هذه المنطقة، ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف بها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع هذه المنطقة. يقول الأهالي أنها المرة السابعة التي تستهدف فيها المنطقة بالقذائف، ولكن لم يكن هناك ضحايا كما ضحايا الأمس. معنا هنا أحد المسعفين الأستاذ أحمد فاضل، يحدثنا عما جرى بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أمس في وقت صلاة المغرب ونحن وقت بداية أذان المغرب ونحن ذاهبين إلى المسجد، سمعنا الانفجار الذي هز الحارة، انفجار قوي جدا لأول مرة هذا الانفجار، فتوجهنا إلى المكان هنا للإسعاف لنشاهد ماذا حدث. وجدنا الأطفال مرميين في الأرض، وجدنا الدخان الكثيف يغطي المكان، فقمنا بإسعاف الأطفال. وجدت الطفل بديع، بديع فايد هنا مرمي، والطفلة ريماس والطفلة روان والأخ عادل مرمي في واحد المارة من حي صينا، مرميين في المكان، فقمنا بإسعافهم. وتوفي في الحال الطفل البديع، وفي الطريق وصلنا للمستشفى توفى الأخ عادل والأخ أحد المواطنين من أبناء حارس صينا، وفي المستشفى توفيت الطفلة ريماس والطفلة روان. شكرا أستاذ، ننتقل الآن معكم إلى داخل منزل الأستاذ علي العماد لنرى صورة الدمار بشكل أوضح وأقرب. ها نحن نقف على آثار الدمار في منزل الأستاذ العماد، كما ترون آثار الدمار واضحة وجلية. لا نعلم ماذا كانت تستهدف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في هذا المكان، ربما كانت تستهدف ألعاب الصغار هنا كهذه الآلة الموسيقية أو هذه الكرة أو ربما لعبة الدومينو. معي هنا أحد الصغار المصابين، ما اسمك صغيري؟ إبراهيم. إبراهيم، أين كنت أمس يا إبراهيم؟ في الصالة. شكرا صغيري. نتجه إلى الأستاذ العماد يحدثنا عما حدث. كنت في البيت، خرجت الساعة 6:15 إلى الجامع، وصلت باب الجامع لو القذيفة بقى في البيت. أحمد فضل أسعف إبراهيم، وإحنا أسعفنا الباقي المرأة مع البنات مع العيال إلى المظفر ولا الصفوة. وبعد نشوف الأمات ما أنت الشوارع من الأطفال ومن الرجال وكل ولا مشي، ما أدري ما نشوف مننا. إن إحنا نرحم تعز تعز لا نسيبه، خلقنا بتعز وتربنا بتعز ونموت بتعز لا نسيبه أبدا. إذن هذه رسالة قوية من أهالي ومواطني تعز بأنهم متمسكون بوطنيتهم، متمسكون بمدينتهم، متمسكون بمنازلهم مهما حدث. في الجانب الآخر تتمسك ميليشيا الحوثي بإسقاط العديد والعديد من الضحايا، منذ ما يقارب أسبوع 25 شهيدا ارتقوا إلى باريهم، و132 جريحا بينهم نساء وأطفال. أنيس العلواني، قناة بلقيس، تعز.